صراحة المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن حمد كان له اهتمام كبير بموضوع الاستراتيجية المخلفات وكيفية التعامل مع المخلفات، وسياسة المجلس الأعلى للبيئة كانت واضحة في تخفيف كمية المخلفات ناهيك عن التعامل مع هذه المخلفات. اليوم الإخوان في ألبا خصوصا مع بداية الإنتاج في الخط السادس بيكون عندهم كميات المخلفات راح تزيد، فتعاون المجلس الأعلى للبيئة وحث الإخوان في ألبا على التعامل مع هذه المخلفات بطريقة سليمة. صراحة التجاوب كان إيجابي من الإخوان في ألبا. يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتدوير المخلفات الصناعية، تخلص التام من المخلفات نهائيا. طبعا المشروع يخدم شركة ألبا بشكل فعال ويخدم أهداف الشركة وأهداف مجلس الإدارة بجعل ألبا منطقة أو مصنع بيئي خالي من التلوث. طبعا هذه المخلفات تعتبر مخلفات نوعية غير مخلفات العادية اللي هي تعتبر هازارد ماتيريال، ومعالجتها يجب أن تكون بمنظور السلامة والاتخاذ إجراءات اللازمة في معالجتها. طبعا الكميات تتراوح من بين 20 إلى 30 ألف طن سنويا. اليوم بدل ما أي شركة موجودة في مملكة البحرين تتخلص من مخلفاتها وتدفع عليها يمكن رسوم للتخلص في مدافن، اليوم هنا قيمة اقتصادية لهذه المخلفات مع إعادة تدويرها.